ومعنا الآن مراسل الغد من موسكو يوسف بيغار. يوسف، تفاصيل أكثر عن هذه المظاهرات. نعم، في الواقع هذه الاحتجاجات بدأت صباح اليوم من أقصى الشرق الروسي في مدينة فلاديفوستوك، أين أظهرت الصور خروج الكثير من أنصار أليكسي نافالني تلبية لدعوة هذا الأخير الذي طلبهم بالخروج و الهتاف ضد النظام والحكومة الروسية التي اعتقلت أليكسي نافالني فور وصوله إلى مطار شيرميتيفا بعد رحلته إلى ألمانيا بعد حادثة ما يعرف بمحاولة تسميم هذا المعارض أليكسي نافالني. الصور أظهرت بأن العديد من أنصار أليكسي نافالني خرجوا في مظاهرات وصفتها الحكومة الروسية بأنها غير مرخصة وغير قانونية. الداخلية الروسية حذرت المواطنين نعم من الخروج في هذه المظاهرات. الاحتجاجات الأكبر تنتظر اليوم بداية من الساعة 3 بالتوقيت المحلي للعاصمة الروسية موسكو في ساحة الشاعر بوشكين، أين سيتجمهر العديد من أنصار أليكسي نافالني. في الواقع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم شرع أنصار نافالني في التوجه إلى ساحة بوشكين، والشرطة والأمن الروسي شرع في حملة من الاعتقالات لحد الساعة بحسب بيانات رسمية تم اعتقال أكثر من 10 أشخاص من أنصار نافالني الذين يستعدون للتجمهر في ساحة بوشكين. السلطات تقول بأن هذه الاحتجاجات غير مرخصة وأخذت أبعاد دولية، حيث أن الخارجية الروسية اتهمت أيضا السفارة الأمريكية في موسكو بدعمها الإعلامي. هل هناك ردود فعل من السفارة الأمريكية حول تلك الاتهامات؟ السفارة الأمريكية بالأمس نشرت بيانا أكدت فيه وجهته بدرجة أولى إلى المواطنين الأمريكيين المتواجدين في روسيا وحذرتهم من التواجد في بعض الأماكن وبعض المدن التي بحسب بيان السفارة الأمريكية تقول بأنها ستشهد تجمهر الكثير من أنصار أليكسي نافالني. لكن الخارجية الروسية في الواقع قرأت هذا البيان بأنه دعوة غير مباشرة ووصفته في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الروسية وقالت بأن الرد الروسي سيكون بالمثل. عموما السلطات الروسية تنظر إلى هذه الاحتجاجات بأنها غير قانونية وغير مرخصة وتحذر المواطنين الروس من مغبة الخروج لهذه الاحتجاجات، حتى أنها ذهبت بعيدا في هذه التحذيرات ووجهت تهديدات وتحذيرات إلى وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تطبيق تيك توك التي قالت الخارجية الروسية بأنه يدعو القُصر في روسيا إلى التجمهر والخروج الغير قانوني ضد السلطات الروسية. الاحتجاجات اليوم وإن كانت تحمل طابع التعاطف مع المعارض والمدون الروسي أليكسي نافالني، لكنها في نظر بعض الخبراء توجه تهديدا مباشر إلى السلطات الروسية. بعض الخبراء يقولون بأنه السلطات الروسية تتخوف من مغبة تحول أو نقل سيناريو بيلاروسيا والاحتجاجات التي جرت في بيلاروسيا إلى الأراضي الروسية، خاصة وأن روسيا على موعد استحقاق وانتخابات تشريعية لمجلس الدوما في الصيف المقبل، وبالتالي فإن الأمن الروسي والكريملين يرون هذه الاحتجاجات التي تدعم بحسب رأيهم من طرف جهات أجنبية، خاصة بعد التصريحات التي أتت من الاتحاد الأوروبي ومن ألمانيا ومن واشنطن بضرورة الإفصاح وتحرير أليكسي نافالني وإطلاق سراحه. الجهات الروسية الرسمية تقول بأن هذه الدعوات تقرأ فيها موسكو بأنها تدخل في الشأن الداخلي وتدعو مواطنيها بدرجة أولى إلى ضرورة عدم الخروج في هذه الاحتجاجات التي وصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأنها احتجاجات غير قانونية وغير مرخصة. يوسف بيغار، كنت معنا من موسكو مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.